رياض ومدارس الوطن العربي. قسم الصف الثالث. مادة العلوم ودرسنا اليوم هو البرمائيات، وكما تعلمنا سابقاً أن العلماء قسموا الحيوانات إلى 5 مجموعات كما نرى في الصورة. اليوم أعزائي الطلبة سوف ندرس البرمائيات، ومثال عليها كما نرى الضفدع. السلمندر الذيلي. هذه البرمائيات كغيرها من الحيوانات تتكاثر بالبيض، وهذه هي صورة بيض البرمائيات. سنتحدث اليوم عن الضفدع بشكل خاص. فالضفدع له 4 أطراف، الطرفان الخلفيان أطول من الطرفان الأماميان، ولها جلد رطب كما نرى في الصورة. الضفدع يتغذى على الحشرات، فهو يلتقطها بلسانه من مسافات بعيدة كما نرى الآن. الآن أعزائي الطلبة سوف نتعلم دورة حياة الضفدع. فأولاً يكون البيض في الماء، ثم يفقس هذا البيض فيخرج منه حيوان صغير يشبه السمكة وله ذيل يسمى أبو ذنيبة. يبدأ أبو ذنيبة في النمو، فيظهر الطرفان الخلفيان أولاً، ثم الطرفان الأماميان، ويبدأ حجمه بالازدياد، ويبدأ الذيل بالاختفاء شيئا فشيئا. في هذه الفترة يعيش الضفدع فقط في الماء. الآن سوف يصبح ضفدع بالغ ويذهب ويعيش على اليابسة، ولهذا سمي الضفدع بالبرمائيات، لأنه يعيش الجزء الأول من حياته في الماء ثم الجزء الثاني في اليابسة. الآن عزيزي الطالب، حدد دورة حياة الضفدع كما تعلمتها قبل قليل.